السلام عليكم. والله العظيم انا اسال الله يعني الشغف، واسال لكل شاب في عمري او تواجهه مشكله في منتصف العمر. عندك كام سنه انت يا فندم؟ المهم يعني انا اتفرجت على فيلم بيت الروبي امبارح، يعني انا ما صدقت اللي هو الاقي فيلم وفيلم عربي وبس. هو دايما الاستاذ كريم عبد العزيز، فايش انا اتفرج على اي حاجه. انا ما فيش شغف ان انا اعمل فيديو ده، مع ان كان عندي رغبه ان انا اعمل فيديو عن فيلم بيت الروبي، بس اللي هو قشطه. بصوا يا جماعه، عشان نبقى واضحين بس وعلى ما مع بعضينا، انا بطلع ادردش وارتجل الحديث عن اي فيلم بتفرج عليه واي مسلسل. فحابب تتفرج على حد بيدردش اتفرج قشطه، مش حابب فاقفل الفيديو من هنا وريح دماغك. انا مفيش شغف ان اعمل فيديو ده لدرجه اللي هو انا كتبت على ايدي اكتر ما اجيب ان انا ورقه، ولما لقيت في الاخر ان ايدي مش عارف اكتب عليها، جبت افظع ورق عندي اكتب عليه عشان مش قادر بس راح اتناول الورق من بعيد. تمام، فهي كام نقطه هنتكلم عنها. انا المفروض بعمل بتليفون واحد بقى المونتاج وكل حاجه، فاتمنى بقى ايه ان انت تقف جنبي وايه وتسمع الفيديو للاخر، وانت بقى ايه فاهم انت. فاحنا قاعدين بندردش كأنك قاعد بتدردش مع واحد زميلك على القهوه، عشان واضحين بس. ماشي، هنتكلم عن ايه؟ نختصر نقط كده بسيطه والدنيا حلوه. شفنا استاذ كريم عبد العزيز والاستاذه نور. انا عايز انا اتكلم في اول حاجه بس نور. انا مش فاهم ايه اللي حصل في وش نور، ربما ده بسبب العجز اللي اصابها، ولا ده سن الياس، ولا انا مش فاهم. بس يصادف ان في نفس اليوم انا بتفرج عليه على فيلم بيت الروبي، ان انا بتفرج على فيلم سنه اولى نصب بتاع الاستاذ خالد سليم والاستاذ احمد عز والاستاذه نور. ونور دي بالنسبه لي هي الايه مش عارف ايه، الموديل النموذجيه للفتاه اللي بيعشقها فتى منذ الاعدادي. تمام، انا مش عارف بقى ايه اللي حصل لوش نور دلوقتي. ده مش تنمر والله، بس ده لو عمليه شد فارجوكوا يعني خليك زي ما انت عادي بحجم مناخيرك. هيجد هتجد الشخص اللي يحبك زي ما انت، عشان انت يونيك، خلي بالك. ماشي، دي اول حاجه تعليقا بس على وجه الاستاذه نور. والله ما بتنمر والله العظيم، يعني بس انا اقسم بالله سيكسي خالص. المهم، اول حاجه نتكلم عنها المعاناه بتاعت الاستاذ كريم عبد العزيز في الزحمه اول ما وصل القاهره. وكان في شيء غريب قوي خايفين منه الاستاذ كريم والاستاذه نور، اللي هي مش عارف طالع اسمها ايمان في الفيلم، ان هم يرجعوا القاهره تاني. وده بسبب ان في شيء ما غريب جدا حصل قبل كده ومحدش فاهم ايه ده. وانا كنت بحاول اتوقع ان ربما حصلت جريمه اغتصاب الاستاذه نور، فهم هجوا وسابوا زحمه القاهره وزحمه المدينه وكده، وراحوا يعيشوا في حته خاليه الى جانب البحر وكده. ولكن هو ما طلعش كده في الاخر، هي طلعت حاجه غلط عملتها الاستاذه نور، هنعرفها في الاخر. فبنشوف الاول عواقب الزحمه اللي موجوده من الشارع، من زحمه العربيات. واستاذ كريم عبد العزيز هو بيحاول يجزم غيظه على المواطنين اهل المدينه. بعد كده الزحمه اللي في السجل المدني او في المصلحه الحكوميه دي، وده العادي يعني لو حد فيكم رايح يجدد بطاقه فياخد حذره يعني طول باله. ثانيه واحده، طب انا اسف يا جماعه، انا حاولت ان احنا نستنى لحد ما الصوت ده يخلص، فيبدو ان احنا نفضل مكملين كده عشان عربيه الاعلانات دي تفضل واقفه تحت. فده بيدي برضو ليه الفيديوهات بتاعتي بعض من الرياليتي والواقعيه، ان انا اشارككم بس الشارع بيحصل فيه ايه. خلينا في الفيلم هنا انجز حالنا، المفروض في 8 دقايق خلص الفيديو ده، مش فاهم ازاي. المهم، نقطة التحول بتبتدي في الفيلم من أول لايف اللي بيتكلم فيه كريم عبد العزيز وهو بيزعق لابنه وهو لابس الفي ار على وشه علشان مش واخد باله من أبوه. تمام، وهو بينده عليه وبيبتدي يزعق فيه. وفي نفس الوقت بتكون بهيره بتصور فيديو قدام الرينج لايت بتاعها على التيك توك او على الانستجرام تقريبا. فبيبتدي يتكلم بقى، وان اللايفات اللي الناس بتطلعها هي عباره عن ان احنا كده بنهتك عرض البيت او ستر البيت، لان المفروض ان البيوت انت ما بتقعدش تتكلم معاها مع حد قريبك حتى، فاهم؟ هي في دايره كده في البيت، هي مكونه من الاشخاص الاقارب من الدرجه الاولى، ده خلاص ده ستر البيت، ما ينفعش تتكلم عن الحاجات دي بره بالك انت بتتكلم عنها في لايف وكده. فدي كانت نقطة كلام عبد العزيز في حاجة زي دي. وبدأ الناس تشوف الكلام في الفيديو. كان من ضمن التعليقات اللي كانت ماشية قدام الشفعة بهيرة إن كان في ناس بتشكر في الشخص ده، بيقولوا إزاي إن إحنا فعلا بنطلع أخبار بيوتنا بره وكده إلى آخره. وبتدي بعد ما بيعمل اللايف ده والدنيا بتهدى في البيت بتاعه هو وأخوه هاب، بيبتدي يخرج علشان يروح لابن عمهم الجعير. وبيطلع ان الجعير عنده فرح، وفي نفس الوقت معلق له بانرز وكاتب ان ده ابن عمي، واخد سكرين من الفيديو لايف اللي طلعه والناس شيرته ترند وحطه ايه وكتب عليه ابن عمه. وبقت الفيديو بقى بيتشير وكده. تمام، وهم ماشيين في العربيه الناس حواليهم عايزين يتصوروا معايا. طبعا انا مش فاهم هو مش للدرجات دي يعني. والحوار ده فكرني بعمل النظافه اللي اتطرد من كشري التحرير، مع احترامي ليه طبعا. الكلام ده من اول مره اتطرد فيها،
ولكن بعد كده الموضوع بدأ يمشي، اللي هو تحسه فعلا ماركتنج زي ما حصل مع كريم عبد العزيز بعدين. لان بعد كده بقى كريم عبد العزيز اي حاجه بتتعمل بعديها ومحتاجين ان الشخص ده اللي هو كريم عبد العزيز يفضل محافظ على الترند بتاعه، فبدا يروح مطعم، بدا يروح مش عارف ايه، يتكلم عن مش عارف ايه، يروح لبرنامج بتاع منى الشاذلي ولا مش عارف اسمها ايه والله. فهو الفكره ان هنا انك تفضل محافظ على كونك تفضل في الترند فوق، ودي حاجه من اسوء الحاجات اللي هو انت بتتشهر بيه، هي دي النقطه. تمام. لما راح غنى الاغنيه في فيلم في الفرح ده طلعه ترند تاني. تمام. اللي هو فضل اي هبل، حتى هو استغرب لما لقى نفسه برضه جوه اطار الترند. تمام. ومن هنا ايهاب اداله التليفون وقال له ان انا عملت لك تليفون وكده، والاكونت اللي اتعمل انا مش عارف مين اللي عمل له اكونت على فيسبوك ولا انستجرام، هل هو ايهاب ولا مراته بهيره؟ عشان احاول افتكر اللي هي طارق عماد، عشان افتكر لك بس النقطه الفيصل اللي جايه، لان بهيره بعد لما كريم عبد العزيز اتشهر وبهيره بتقلب وشافت كم اللايكات اللي موجوده على صور كريم عبد العزيز في التليفون، هي بصت له كده بصت نوع من انواع الحزن اللي هو ازاي بقى اشهر منها وكده، لدرجه انها كانت هتشيل اللايك اللي هي كانت حطاه، وده حاجه غريبه قوي. هو اصلا مين ما بيشعرش بحاجه زي دي تجاه بروفايل حد من الناس المشاهير؟ بس الفكره اللي هو بجد زي ما بيقولوا كده، الكفن ملوش جيوب، فانت مش هتاخد فلوس في جيبك، تخيل انت مش هتاخد لايكات في جيبك، عشان نبقى واضحين. وزي ما قال اسمه ايه ده تايلر داردن في فايت كلاب، ان انت مش عدد الحاجات اللي انت بتملكها على الدغري، انت مش عدد اللايكات اللي انت بتملكها، زي ما صفحه الفيسبوك بتاعت فايت كلاب عامله كده. عايزين نتكلم عن ايه تاني؟ ولما اداله التليفون وفضل كريم عبد العزيز بيقاوم الاشعارات اللي عماله تجيله، كان بيشرب شاي سخن، عمل اغرب حاجه علشان يتفادى صوت الاشعارات، خلاه اهتزاز، كان يقدر يعمله صمت بس هو ماشي قشطه، خلاه اهتزاز. وبعد ما عمله كده كان بيشرب شاي سخن، بعد راح فتح ازازه ميه ساقعه متلجه من التلاجه وشربها. ف مش عارف فين المنطقيه هنا، ولكن هو ربما ده بيقول لك ان هو الراجل ما كانش عاطي كل انتباهه للحاجه اللي بيعملها بايده، على قد ما هو كان مركز مع صوت الاشعارات اللي عمال يجي. تمام. وبعدين في الاخر بيضعف وبيروح يفتح ال اسمه ايه ده التليفون، حتى على الرغم ان هو بيروح يفتح التلفزيون علشان يبعد عن التليفون، ولكن الاثنين جانبين من التكنولوجيا برضه. وعشان بس الناس كلها دلوقتي والابهات والامهات باصين لفكره ان التليفون ده هو اصعب شيء وبياخد انتباه الطفل، زمان ايام ما التلفزيون طلع برضه كانت الابهات والامهات شايفين ان التلفزيون هو نفس التليفون، ان هو عامل مشتت لانتباه الطفل، وبرضه التليفون هو ذلك عامل مشتت بس للكبار والصغارين. تمام. عشان ما فيش فرق، اي جانب من التكنولوجيا سيء، وانا شخص تكنوفوبيك بيرسون، الحمد لله انا اسف يا جماعه. المهم في ايه تاني؟ وفضل قاعد لحد الصبح، وبعد كده كلموه شركه ماركتنج، ودي النقطه اللي بحاول افهمها، هو التليفون بتاعه هم جابوه منين؟ تمام. ولا هو ايهاب لما اداله التليفون اشتروا له جديد؟ نفسي حد قريب يشتري تليفون جديد. المهم لما جابوا التليفون الجديد عمل له رقم وحط الرقم بتاعه في الاكونت بتاعه هم، عشان يعرفوا يوصلوا له شركه الماركتنج دي. ولما راحوا كلموه شركه الماركتنج، حاجه من الجوانب السيئه ان هو كان رايح، انا مش فاهم ايه الشيتات اللي هو كاتبها قدامه، ولكن هو راح كلمهم وقال لهم انا جايب لكم، انا جبت لكم بحثين، اول بحث كان عن الرأي وثاني بحث كان التغلب على عفة البطاطس. طبعا النقطه دي جميله جدا، ونقط من الحاجات اللي بتعجبني في مسلسل ذا بويز اللي هو مرتبط اكثر بالعالم الحديث بتاعنا، نفس الكلام. ولما اعمل مراجعه ذا بويز هتكلم عن النقطه دي، ونفس الكلام حصل في بيتو روبي، ان بيتو روبي اتكلم عن النقطه دي، وان هو يتحدث عن الحاجات الاكثر واقعيه والاكثر مواكبه للعصر اللي احنا فيه حاليا، فان هو اتكلم عن نقطه الصفحه بتاعت مقاومه العفن البني اللي في البطاطس. ولكن ده ربما يكون ده موضوع حقيقي، يعني ان هو شخص يعمل فيه بحث زيه كدكتور يعني في الجامعه. ولكن هم قالوا لنا احنا مش مهتمين بالكلام ده، احنا مهتمين بالهلس اللي انت عملته. وما قالتش ما قالتش هلس، ولكن قالت احنا شغلتنا ان احنا نعمل من لا شيء شيء، دي شغلة الماركتنج. فهو استغرب حتى منها وداس معاها في الحوار. بعد كده طلع مع برنامج منى الشاذلي، تمام، كان شخص ناجح ومش عارف ايه، وبدا يحكي ستر العورات والى اخره. بعدين بقى من العواقب بحوار الحملات الاعلانيه اللي اتكلم فيها، لما قالت له انت دلوقتي جه الدور ان انت تتكلم على المطعم ده وتقول ان انت رحته وجربت الاكل هناك وبالاول اكل عجبك، وقالت له هم دافعين 15000 في الستوري. فانا يا جماعه بجد نفسي اتشهر عشان برضه يدفع لي 15000 جنيه في الستوري، ما عنديش اي مشكله وهبيع كل ما بدا، وده تصريح هام مني. كوميديا سودا مش اسود من المنتج اللي انا عامله. المهم في ايه تاني؟ بعد كده صالون اخوه اللي فتح في وش واحد تاني فاتسحب منه الزباين، قرر كريم عبد العزيز انه يشغل شهرته وانه يقعد على المحل، وان ينده الشخص اللي شغال عند اخوه ايهاب ويصوره بالتليفون، وقال له باين لوجو المحل، ومجرد ان كريم عبد العزيز مشهور فهيبان ان هو بيحلق في المكان ده، فالزبون هيرجع. وفعلا بالفعل الزبون رجع
لدرجه شخص بيحلق هنا. انا مش فاهم، انا بالنسبه لي كشخص بيحلق ب 50 جنيه كده شاكب راكب، انا مش هروح. لو مين بالذي مين بعشقه بيحلق عند المكان ده مش هروح. ليه؟ انا بحلق هي ستاندرد حاجه واحده، مش هاممني بقى لما انا اروح المكان ده هيعمل فيا ايه. انا مش فاهم. فمش معنى يعني، شايفين ده تيشيرت الويجز، كنت انا لما ابيعه اقسم بالله كنت كاتب بوست طويل كده ان انت تيشيرت الويجز اللي انت هتلبسه لا يضيف لشخصيتك اي شيء، عشان ابقى واضحين ان الشخص نفسه هو اللي بيدي قيمه التيشيرت نفسها. فاهمين؟ وانا اتكلمت عن النقطه دي قبل كده في فايت كلاب وليه مشروع الفوضى غلط، فاتمنى يكون في حد بيسمع الكلام ده. 3 مشاهدات يخرب بيتهم. في ايه تاني؟ يا لهوي احنا وصلنا كام؟ يا رب انجز يا رب. بعدين بقى لما نور فتحت على النت وقررت تشوف الفيديوهات القديمة، وشافت الفيديوهات القديمة وزعلت، وكان عبد العزيز شافها ساعتها وهي بتتكلم، وعرفنا ان الجريمة ساعتها ان نور دي هي دكتورة نسا وتوليد، وهي بتولد اثناء حالة حصل لها نزيف نتيجة عيب خلقي في الرحم زي ما اتقال، وهي الست ماتت نتيجة لحاجة زي دي، وده شيء مش بإرادتها يعني، ولكن صوروا والراجل هو بيصور اللي هو زوجها، وهو طبعا عنده حق زي ما تقول مراته ماتت، فكان رد فعله طبيعي ان هو يجي وراها ويحزن فيها ويطلع فيديو والترندات تطلع تتكلم وتتشتم الى اخره بسبب ان هي ماتت في ايديها واحده. ولكن معظم الدكاتره قالت رايهم كأطباء، قالوا ان ده شيء طبيعي ربما ان ده يحصل لان ده نتيجه عيب خلقي وان هي عملت اللي في ايديها. بس طبعا كلام الناس على السوشيال ميديا اللي هو ايه، لا هي موتت شخص، فبداوا يشتموا. ان اسهل حاجه ان انت تكتب تعليق وتشتم، وزي ما قال الزميل الاستاذ احمد فهمي الباشمهندس من قناه الجانب الاسود، مش معنى ان مكتوب لك ان انت عندك تعليق ان انت تكتب تعليق، لو انت مش فاهم حاجه ما تعملهاش. فاهم؟ فيعني حط رايك بناء على هنا شغل ده. في تاني عايز اتكلم عنه. في اللحظة وهي بتولد في الآخر بهيرة، يعني أنا بالنسبة لكريم عبد العزيز وإن هو شغل دماغه في نقطة الماركتينج عشان يكسب إيهاب، كان باين قدريا كده في الفيلم إن هو يخلي نتيجة الأحداث اللي مش موجودة إن هي حتى لو بهيرة وصلت المستشفى نور هي اللي تولدها، دكتور نور هي اللي تولدها، تمام؟ علشان لما هتولد بخير بهيرة ده هيضيف ثقة إن نور الروبي ولدت بهيرة اللي أخدة اللي متجوزة إيهاب الروبي، وان لا الدكتوره دي لسه ما زالت عندها الكفاءه ان هي تولد ستات وكده، ويتم حل المشكله بشكل من الايه، من الحاجات كده بتاعت الافلام دي. بس ده كريم عبد العزيز كان هيقوله، هتقول لي ده مش حاجه ممكن تحصل في الواقع. لا هي ممكن تحصل في الواقع، لان هي باينه ان كريم عبد العزيز الشخص اللي هو مخطط وبلانر، ان هو يقدر يفهم ازاي 1 2 3 ده بيتم. فاه احنا دلوقتي عايزين نسيطر على السوشيال ميديا، فالمفروض نعمل كده في ان هي اللي تولد بهيرة. واعتقد بهيرة ما كانتش هترفض حاجة زي دي، ما هي نور دكتورة، لو خاصة ان بهيرة ما تعرفش حاجة عن جريمة نور اللي هي عملتها قبل كده، تمام؟ وفي الاخر بنشوف بقى واحد في ضمن الزحمة، ايه اللي كان موقف الزحمة دي يا رجالة؟ وايه السبب في حاجة زي دي؟ وايه السبب اللي هيخلي بهيرة تولد في الشارع؟ هو ان بتاعة اعلانات وقعت، وحاجة اخرى بسبب التكنولوجيا بتعرقل قيمة الحياة. حاجة جميلة جدا يا بيتر ميمي منك. بيتر ميمي ده كان عامل فيلم موسى صح؟ كان طلع برضو محمود عبد العزيز فيه، ابن محمود عبد العزيز فيه هو البطل كريم محمود عبد العزيز، بيمثل مع كريم عبد العزيز. يا على تشابه الاسماء هو قريبه يا جماعه. تفتح 60 موضوع في نفس اللحظه ما بتعرفش تقفلهم. بتتكلم عن ايه يا جماعه؟ حد بالله عليكم حد فاهم حاجه؟ ده برنامج ده بتاع محمد ثروت. المهم ويبتدي يتعارك معاهم علشان الناس اللي مطلعه التليفون عشان تصور واحده تولد في الشارع، ودي حاجه قمه في قله الادب بجد. انا مش عارف الحوار ده حد عمله قبل كده، كانت سعاد حسني مولي قبل كده في الشارع في فيلم تقريبا، ومش فاكر مين، كان حته فيها زحمه برضه وكده. فالحته اللي انا دمعت فيها بجد عجبتني جدا، لان هنا قدريا نور هي هتولد بهيره بسبب ان مش عارفين يتخطوا زحمه الدائري اللي في القاهره، تمام؟ وهو استغرب حد بيقول ايه ده مراته هتولد في الشارع، مش فاهم. زمان كانوا كلهم بيولدوا ميه سخنه، كويس ان هي ما نتكش قالت لك سخن لي ميه يا ايهاب. ونور كان عليها واحدة يا ابراهيم من بقها اقسم بالله هي عسل، بتفكرني بهند صبري مع خالد الصاوي رحمه الله في فيلم احلى الاوقات، ولسه احلى الاوقات النهارده كان شغالها عرفانة سينما يعني. ياه، وهي بتقول عايزة وردة يا ابراهيم. فالاستاذ هيما كريم عبد العزيز، انا بتكلم في ايه بقى؟ النقطة لما ولدت، ولدت برضو نور السماعات لبنتها تحط على ودنها تسمع موسيقى، هي جانب اخر من التكنولوجيا.
في ان هي تمنع شعور البنت شمس التختوخه الجميله من ان هي تسمع عواقب صريخ بهيره ورا وهي بتولد. والتعليق بتاعها بعد ما الولد اتولد اللي هو يلا الولد اتولد اللي هو شادي، شادي الروبي هيبقى شادي محمود كريم عبد العزيز. المهم قالت له ايه ده جبتوه منين ده؟ فيا اسئله، اسئله زمان دي اللي عارف الاسئله تقول له كان في طائر زمان بيجيب الاطفال من زمان، الاطفال عند هي الاسطوره بتقول كده عند اليونانيين تقريبا، بس الاسطوره او الاسطوره بره عند الامريكان تقريبا، مش فاكر الثقافات دخلت في بعضها، بس الاسطوره بالنسبه للمصريين رحنا جبناه من السوبر ماركت. اه بوستها. وبعدين من اخر فيلم بيت الروبي، انا لما شفت اسم بيت الروبي في الاول اعتقدت ان الحياه السعيده اللي هو عايش فيها بعيدا عن التكنولوجيا ان هو هيجي الحكومه وبيحاولوا يثبتوا ان البيت ده بتاعه كده وهيضطر يجيب ورق، ولكن هي النتيجه كده طلعت ان هو يقف جنب اخوه علشان يجيب له ورق ياخد منه ملكيه المحل ده، فيضطر يرجع القاهره يثبت ده ويضحي ببيته اللي في الصحراء شويه، الحياه اللي في الصحراء دي علشان يروح الزحمه ويثبت ده لاخوه اللي هو البيت. في تاني عايز اتكلم عن الرساله الكليشيه اللي قدمها كريم عبد العزيز في الاخر، صدقني انا فهمت كل الرساله اللي انت عايز تقولها من خلال احداث الفيلم، انت مش محتاج ان انت تقولها لي بالشكل ده. دي حاجه من الحاجات السيئه في الافلام بتاعتنا، ان هو بيقدم الرساله بشكل مبسط في الاخر يقول لك 1 2 3 زي ما عسل اسود برضه عملها. خلينا نفكر، خلينا اقعد مع حاجه كده وافهم انت عايز تقول ايه واتفرج على الفيلم مره واتنين وتلاته، بس انا مش هتفرج عليه تاني اصلا، انا همسحه ما عنديش مساحه. اتفقنا في النقطة اللي بقولها دي بتثير بعضا من السخرية والكوميديا السوداء. عايز اتكلم عن حاجة تاني بجد، ممكن اوقف ثانية بس ارتب افكاري. يا جدعان الرسالة اللي عايز اقولها في الاخر بجد، الحوار ده انا اتكلمت عنه قبل كده والله على الفيسبوك عندي، ان كل الحسابات بتاعتنا والتليفونات والصور اللي بناخدها والحاجات اللي بنزلها على فيسبوك واللي بنعملها شير الى اخره، وانا بخطئ ساعات في الحاجات دي اللي انا بعملها، بس بجد بجد اسمع الكلام ده مني، فيسبوك بقى عبارة عن ايه، او تيك توك او في او ايا كان انستجرام او يوتيوب او كل الحاجات دي هي عبارة بجد عن صحيفة اعمال، ولكن الفرق ان صحيفة اعمال مش مسطورة الا احنا اللي قررنا بايدينا ان صحيفة الاعمال دي تكون باينة، ان اي مكان انت هتروح فيه ده الشيء اللي هيجري وراك وهيبقى ليه عواقب. الفرق بين صحيفة الاعمال اللي ربنا عملها لنا ان هو مداريها وساترها عن عيون اخواننا اللي حوالينا، علشان بجد لو كل واحد ماشي وذنبه على ظهره صحيفة اعماله باينه ان هو عمل 1 2 3 محدش فينا هيقدر يطلع من بيته. فحاول بقدر الامكان ان انت تقدر تتحكم في حياتك وان ما تطلعش كل حاجه بره، او ان انت ما تشاركش الجانب الاسود منك والحاجات السيئه منك بره. ده اذان الظهر، الكلام على حق. تمام، صلوا على النبي، انا هقفل الفيديو هنا. تمام، واتمنى تكون رساله الفيديو ده وصلت في الاخر. شكرا جدا، اعمل لايك شير وسبسكرايب. الله اكبر العظيم.